ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. فرح هانم، احنا وصلنا حضرتك. يا هانم احنا وصلنا. ايه بتقول؟ ايه بقولك، هو ده القصر يا هانم. بس فرح للقصر وجسمها كله ترعش وقلبها دق بسرعة وكأنه هيقف، ونزل السواق وشال الشنط من العربية ودخل معاها للقصر. وفي القصر، انتوا يا بهايم، انا قلت لكم الاكل يكون جاهز في ساعة، جوزي فضله شوية ويوصل، وانتوا ما جهزتوش حاجة. تعالوا نتعرف على رندا. رندا عندها 27 سنة وشايفة ان مفيش حد في جمالها، مغرورة ومتكبرة، وتجوزت راجل عجوز اكبر منها في السن بكتير، واللي هو سالم. بتكره الطبقة الفقيرة وبتحس انهم حشرات ما يستهلوش يعيشوا على كوكب الارض معها. بتحس سالم شبهها في كل حاجة، وعشان كده وافقت تتجوزه بالإضافة لفلوسه الكتير واللي هي طمعانة فيها. وبنرجع تاني للقصر اللي كانت رندا واقفة في منتصفه ومجمعة كل الخدم وبتقوم بتوبيخهم، ولكن حست ان الخدم بيبص وراها وكأن في حد واقف وراها، فاستدارت ولقت بنت صغيرة رقيقة وجميلة، وجنبها السواق مسعد شايل شنطها الصغيرة. فقربت رندا منها واتكلمت وقالت، انت بقى يا حلوة اللي فارس غلط معاها واتجوزها. بس طلعها فرح بحزن وانكسار، ولكن ما ردتش. فاتكلمت رندا بصوت عالي وقالت، ايه ما تردي ولا القطة اكل لسانك، شكلك هتتعبي معايا قوي. يلا يلا يا مسعد، اطلع ودي الشنط في اوضة فارس باشا، وانتي تعالي ورايا هوريك الأوضة. وطلعت رندا وهي بتتدلع في مشيتها، ووراها فرح. ووصلوا للأوضة وقالت رندا، دي أوضة فارس باشا واللي هتبقى أوضتك انتي كمان. هو ممكن أنام أنا في أوضة تانية؟ بصت لها رندا بنظرات مليانة شر وقالت بصوت عالي، بتنتي هتعملي عليا دور الشريفة؟ اكيد انت اللي غوتيه ولا اتميصتي قدامه عشان يعمل معاكي كده. يلا تزفتي ادخلي. قالت كده ونزلت وسابت فرح في الاوضه لوحدها وهي بتبكي وبتدعي ربنا وبتقول، يا رب انا عايش معاه في نفس الاوضه ازاي؟ يا رب احميني يا رب. وغيرت هدومها ولبست اسدال كبير جدا وقامت عشان تصلي وتدعي ربنا بإني يحميها ويعدي اللي جاي على خير. وبنروح لسالم اللي وصل للعنوان اللي عايزه، واللي كان عنوان المستشفى اللي محجوزة فيها نادية، ودخل بسرعة ووصل لشاكر واتكلم بلهفة، ايه شاكر متأكد انها فاقت؟ ايوه والله يا باشا، انت من لما وقفتني هنا وانا متابع اخبارها كلها، واول ما عرفت انها فاقت جريت واتصلت بيك، حتى جوزها لسه الخبر ما وصلوش. طيب ما تخليش حد يعرف انها فاقت، حتى جوزها ده ما يعرفش. حاضر يا باشا ما تقلقش. وسابوا سالم ودخل لأوضة نادية واتكلم وقال، نادية. وبص لها لانها لسه جميلة جدا زي ما كانت، ولكن بحكم سنها ظهر على وشها بعض التجاعيد والمرض ظهر عليها جدا. فبصت نادية لصاحب الصوت واتكلمت بتعب، سالم. قرب منها وعينيه مليانة بالدموع وقال، ايوه يا نادية انا سالم اللي سبتيه واتجوزتي اخوه، انا سالم اللي حبك اكتر من نفسه، سالم اللي عاش طول حياته يحلم بيكي، اللي خنتيه ورحتي لاخوه بعد ما رجعت من الجامعة، وناوي اتقدم لعمي واخطبك. هو انتي كنتي خلاص اتجوزتي؟ لا يا سالم، انت ما حبيتنيش، انت طول عمرك اناني وما بتحبش غير نفسك، ولما انت بعت واهلي ماتوا في حادثه
عمي عز خدني عنده، وعشان يطمن عليا جوزني أخوك، أخوك اللي طول عمرك بتكرهه، وأنا وافقت أتجوزه بس عشان عمي وجميله اللي عمله معايا. أنت وقتها كنت فين؟ طول عمرك همك نفسك وبس. سالم وهو بيمسك إيديها وبيوضحها على قلبه وعينيه مليانة دموع اتكلم وقال: قلبي ده عمره ما دق لحد غيرك، حتى بعد ما اتجوزتي أخويا ما دقش لغيرك ولا عمره هيدق لحد. انت طول عمرك تحت عيني ولا عمرك بعدتي، ولما اتجوزتي كنت مراقب كل تحركاتك. سيبني يا سالم في اللي انا فيه وامشي من هنا لو سمحت. بنتك شبهك قوي يا ناديه، ورثت منك ملامحك الجميله ولون عينيك الازرق وبياضك ونبره صوتك، كل حاجه بتشبهك انت. بنتي انت شفتها وهي عامله ايه دلوقتي؟ بنتك بقت مرات ابني يا ناديه، وانا اسف على اللي ابني عمله معاها. بصت له ناديه بصدمه وقالت: ابنك؟ ابنك اللي اذى بنتي؟ ابنك هو اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي؟ وبكت بصوت عالي وحست بنفسها بيضيق، ومسكت بيد سالم واتكلمت بصعوبه وهي بتوصيه وبتقول: بنتي بنتي امانه معك، خلي بالك منها يا سالم. وكانت دي اخر كلمات قالتها قبل موتها. واتصدم سالم وفضل يبكي بصوت عالي وهو بينادي عليها وبيقول: ناديه امي مش هترجعي تسيبيني تاني، ناديه ما اقدرش على فراقك، انا مسامحك بس امي عشان خاطري، عارف انك زعلانه مني بس ارجعي يا ناديه، ما تخافيش على فرح، محدش هيقدر يأذيها وانا عايش، امنتيني عليها وانا لازم ابقى قد الامانه دي. ووصل خبر وفاتها لزوجها احمد، وجه بسرعه للمستشفى وقام بمراسم الجنازه بدون علم بنته لانه خاف عليها. وبعد ما مشيوا كل اللي كانوا في الجنازه، وقف احمد وحيد على قبر زوجته وفضل يبكي ويقول: سبتيني ليه يا ناديه؟ سبتيني لوحدي ليه؟ كنت دايما جنبي، كنت ابويا واخويا واختي وامي وصاحبتي، كنت كل حاجه ليا. وفضل يبكي لحد ما سمع صوت من وراه، واللي كان سالم وهو بيقول: انت السبب في موتها، عيشتها في الفقر طول عمرها وهي ماتت بسببك. سيبني في حالي يا سالم مش ناقصاك. واتصل سالم على احد الاشخاص وطلب منه ان يطلع 50 شخص عمره ومية حد وان يبني جامع، وانهى اتصاله وبصله احمد وقال له: وانت فاكر لما تعمل كل اللي انت بتعمله ده كده خلاص ناديه هتبقى مرتاحه؟ انت وابنك سبب في موتها، انت بتقول كلام ملوش اي لازمه، انا ماشي وسايبك. وفي القصر دخل فارس وهو بيتمايل وبيغني بسبب كسره الشرب، فشافته رندا وقالت له باستهزاء: شرفت يا عريس، في حد يسيب مراته في ليله دخلتهم؟ هو ولا نسيت انك دخلت عليها قبل كده. بص لها فارس وسابها تتكلم لانه مش هيضيع مزاجه بسبب كلامها اللي ملهوش لازمه، وطلع لاوضته اللي كانت ضلمه وفتح النور وهو بيغني لحد ما وقعت عينيه على فرح اللي كانت نايمه على الارض، فتوجه ليها وهو غاضب وصرخ فيها وهو بيضربها برجليه وبيقول: انتي امي، مين قالك تنامي هنا؟ انتفضت فرح من مكانها وبصت له بخوف، فكمل كلامه وقال: انتي ايه اللي دخلك اوضتي؟ معرفش، مرات ابوك هي اللي قالت لي ادخل هنا، ولو مش عايزني هنا عادي همشي وهروح اي اوضه تانية. وهو بمزاجك يا روح امك، انتي بقى تدخلين السجن مع المجرمين؟ والله لو وريكي اسوأ ايام حياتك. قال كده وشالها ووضعها على السرير واعتدى عليها للمرة التانية بدون شفقة ولا اي رحمة، وصرخت فرح بصوت عالي ولكن ما حد سمعها عشان ينجدها لحد ما فقدت وعيها، فحركها فارس وهو بيشوفها ليه سكتت
ولكن لقاها ما بيصدرش منها اي رد فعل، فاتكلم وقال بت انتي امي، ما ردتش عليه، فخاف جدا لانه ظن انها ماتت، ولبس هدومه بسرعه وخرج يدور على حد، ولقى رندا زوجة ابوه في وشه، فتوجه ليها لان مفيش غيرها قصاده، واتكلم بتوتر وقال رندا تعالي شوفي البيت اللي جوه دي مالها. بنت مين؟ مراتك؟ بقولك قومي معايا شوفيها مالها. فقامت رندا معاه لانها بتخاف منه جدا، وراحت للاوضه ولقت فرح في حاله صعبه جدا، وصرخت من منظرها وقالت عملتي فيها ايه؟ اطلع اجري، اتصل بدكتور على ملبسها، يلا روح انت لسه هتبصلي. وجري فارس بسرعه واتصل بالطبيب، وبعد شويه وصل الدكتور وكمان سالم اللي دخل وهو بيبص لفارس وقال له ايه اللي بيحصل هنا وجايب الدكتور ده ليه؟ جايبه للزفته اللي انت جوزتها لي. اتصدم سالم وافتكر حبيبته اللي وصته على بنتها، واتكلم وقال فرح عملت فيها ايه يا متخلف؟ حسابك معايا بعدين مش دلوقت. واخد سالم الطبيب واصطحبه لمكان تواجد فرح، فطلب الدكتور من مدام رندا افضلي يا مدام رندا معايا واتفضلوا انتوا بره. فخرج سالم وفارس ووقفوا خارج الاوضه، واتكلم سالم وهو بيتوعد لفارس وقال له انت عارف لو جرى لها حاجه انا ممكن اعمل فيك ايه؟ ممكن اعرف ايه الحنيه اللي نزلت عليك فجاه دي؟ مش انت اللي قلت لي اتجوزها وانتقم براحتك؟ كلامي ده كان زمان، اما دلوقتي نسيت منها شعرايا، والله لحرمك من ورثي ومن كل حاجه املكها، وانا كلامي يتنفذ. خاف فارس جدا من توعدات والده بان يحرمه من ورثه، وعشان كده سكت. وبعد فتره خرج الطبيب وقال له سالم طمني يا دكتور هي عامله ايه واللي في بطنها اخباره ايه؟ ولحظتها اتصدم فارس لانه ما كانش يعرف بموضوع حملها، ورد الطبيب وقال هي تعرضت لانتهاك شديد في منطقة الحوض، لازم ناخدها على المستشفى ووقتها هنشوف حالة الجنين ان شاء الله. طب يلا يا دكتور استعجل لازم ننقلها بسرعة، قال كده وهو بيبص لفارس بنظرات غضب. وفي المستشفى بعد فترة مش قصيرة من دخول فرح للكشف، خرج الطبيب ووقف مع سالم وفارس واتكلم وقال انا اديتها حقنة منومة وهي دلوقتي حالتها هي والجنين مستقرة، بس ياريت ما يتكررش ده تاني عشان وقتها ممكن تتعرض لأذى احنا في غنى عنه. طب هنخرجها من هنا امتى يا دكتور؟ عادي ممكن تخرجوها من بكرة، بس تهتموا بأكلها وصحتها. ومشى الطبيب وقال سالم لفارس سمعت الدكتور قال ايه؟ اكيد الكلام مش عاجب حضرتك، بس انا عندي كلامي وانا همشي وانت هتبات هنا معاها للصبح. وبات انا ليه؟ زي ما قلت لك انت اللي هتبات معاها، قال كده وسابه ومشى. ودخل فارس لاوضتها ولقاها نايمه ولقى كنبه ونام عليها، وفضل يشرب في السجاير ويكلم نفسه ويقول بسببك ابويا عايز يحرمني من الورث، مش عارف طلعت في طريق ازاي. وبعد شويه خبط الباب فاستاذنت الممرضه للدخول وقالت معلش يا فارس بيه هغير لها المحلول. ادخلي. هو القمر اسمه ايه؟ سوسن. اسمي سوسن. يا لهوي على العسل. عايز مني اي خدمة تانية؟ عايزك تبقي تدخلي تطمني عليا كل شوية من عينيا يا باشا. وفي الصباح صحيت فرح ولقيت فارس نايم جنبها، وخبط الباب ودخل سالم وكانت معاه رندا، فتعادلت فرح وقال لها سالم خليك يا بنتي ما تقوميش انت لسه تعبانه. وصحى فارس على صوتهم وقالت فرح لسالم لو سمحت يا عمي انا عايزه اشوف ماما، هي في المستشفى دي كمان عايزه اشوفها لو من بعيد حتى ممكن يا عمي؟ بص لها سالم بدون ما يتكلم لانه مش عارف ازاي يعرفها بموت والدتها. هو انت ما تعرفيش يا حلوه ان ماما ماتت؟
قالت كده بغيظ، لأنها عارفة إن والدتها كانت حبيبة زوجها ودايما سالم بيحكي لها عنها. فاتصدمت فرح بعد ما سمعت كلامها وزعق سالم وقال: رندا هتفضل مخبي عليها الامتى؟ ما هيجي يوم وهتعرف. انت بتكدبي عليا، ماما عايشة صح يا عمي؟ طبطب سالم على كتفها، ففضلت تبكي وتصرخ لانها اتأكدت من كلام رندا، وفضلت تقول بصراخ: هي قالت لي هتفضل جنبي، انتوا اكيد بتكدبوا عليا. وفضلت تبكي بهستيريا. اما سالم فكانت عينيه مليانة بالدموع على حبيبته نادية، وقامت فرح من مكانها وقالت: انا هروح اشوف ماما، هي اكيد في العناية وما سبتنيش. وهي لحظات ووقعت مغمى عليها، فجري فارس عليها وشالها ووضعها على السرير. اما سالم فجري عشان ينادي على الطبيب، وجه الطبيب وكشف عليها وادها حقنة مهدئة، وعرف احمد بان بنته في المستشفى، وجه بسرعة وصرخ في سالم وهو بيقول: قلتلك يا سالم طلع بنتي من المشاكل اللي ما بينا، عملت فيها ايه؟ سالم بهدوء وهو بيبص الفارس اتكلم وقال: ما تخافش يا احمد، وانا على وعدي بنتك محدش هيقدر يلمسها ولا يأذيها تاني. ودخل احمد لبنته وحضنها وهي فضلت تبكي في حضنه، فاشفق عليها جدا وقال لها: انا عارف يا بنتي ان غلطت لما جوزتك الوحش ده، بس يا بنتي انت لازم تهربي. بصت له فرح وكمل كلامه وقال: ايوه يا بنتي، انفدي باللي في بطنك وروحي المكان محدش يعرف يوصلك فيه، هنا مش امان ليكي خالص. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه في بدايتها. يا ترى ايه اللي هيحصل تاني مع فرح؟ ويا ترى هتسمع كلام والدها وهتهرب فعلا؟ ومين هو بطل قصتنا واللي هيدافع عن فرح بكل ما يملك من قوة؟ كل ده في حلقتنا اللي جاية بإذن الله. أتمنى تدعموني بلايك لو حابين القصة، لأن التفاعل ضعيف قوي، وشجعوني إن أستمر معكم باشتراك في القناة، وما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات. بحبكم قوي، مع السلامة.